استقبل محافظ القاهرة خالد عبد العال استقبل أداما بيكتوغو رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية وأعضاء الوفد البرلماني المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة من تجربة الدولة الناجحة في التعامل مع الأماكن غير الآمنة والقضاء عليها. خلال اللقاء أشار المحافظ إلى أن القاهرة شهدت نهضة حضارية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تم إنشاء العديد من الطرق والمحاور الرئيسية والدولية أيضا، مثل طريق القاهرة كيب تاون الدولي الذي يربط العديد من الدول الإفريقية.